السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم في حلقة هذا اليوم عن موضوع مهم جدا، موضوع للأسف كثير من الناس حتى في بعض الأوساط القريبة من الوسط الطبي عندها مفهوم خطأ حوله، هو القسطرة القلبية أو ما يدعى في اللغة العربية تصوير شرايين القلب الظليل أو الأنجيوغرافي. طبعا القسطرة هي، نحن نتكلم اليوم عن القسطرة التشخيصية. القسطرة هي إجراء تشخيصي في المرحلة الأولى وليس علاجي، هي ليست عملية، هي أحد وسائل التشخيص. كانت من قبل تجرى عن طريق الشريان الفخذي، وكان فيها شوية صعوبات من ناحية بقاء المريض في المشفى، من ناحية الضغط الذي سيجرى على المريض بعد انتهاء من القسطرة، لكن اليوم تجرى بسهولة عن طريق الشريان الكعبري أو من الساعد، والمريض لا يحتاج إلى النوم أبدا في المشفى، سيبقى في المشفى 3 ساعات أو 4 ساعات ليس أكثر. الهدف من القسطرة هو رؤية الشرايين بشكل مباشر. طبعا القسطرة هي إدخال أنبوب مجوف عبر هذا الشريان إلى شرايين القلب، الشرايين الإكليلية، وتصويرها شريان شريان عبر حقن مادة ظليلة. نحن نتعقب هذه المادة، فكان إذا كان يوجد أي تضيق أو أي انسداد في هذه الشرايين سيظهر بالتأكيد، وسيحدد لنا جهاز القسطرة شدة هذا التضيق وما هي المرحلة الثانية من العلاج. القسطرة هي الأداة التشخيصية اليقينية الوحيدة تقريبا في تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض شرايين الإكليلية. طبعا في وسائل تشخيصية أخرى مثل تصوير الشرايين عن طريق المالتي سلايد، عن طريق الرنين المغناطيسي، لكن تبقى المعيار الذهبي لتصوير شرايين القلب والشرايين المحيطية والدماغية والطرفين السفليين هي القسطرة التشخيصية. طبعا القسطرة التشخيصية في ناس كتير أخذين مفهوم خطأ عنها أنه هي عملية، هي إجراء يحتاج إلى تخدير عام، هي إجراء يحتاج إلى النوم في المشفى، هذه كلها مفاهيم خاطئة. القسطرة إجراء سهل آمن إذا أجري طبعا بيد طبيب خبير، قصيرة المدة قد لا تأخذ معنا 3 أو 4 دقائق أو 5 دقائق كحد أقصى، تخدير موضعي يعني تخدير في مكان دخول القسطرة فقط، لا يوجد تخدير عام أبدا، المريض يدخل ماشيا ويخرج ماشيا، المريض يبقى في وعيه ويشاهد معنا ما نشاهده نحن ويبقى يتحدث معنا، ما في أي مشكلة أبدا من إجراء. طبعا السبب الرئيسي قد يكون أحيانا وراء تأخير اتخاذ الطبيب قرار إجراء القسطرة التشخيصية هو الموضوع المادي، أحيانا لأنه القسطرة التشخيصية فيها أدوات وفيها تقنية، فللأسف ما زالت مرتفعة نوعا ما، تختلف من مشفى إلى مشفى، فلذلك نتركها كخيار أخير. طبعا كخيار أخير إذا كنا نحن متدرجين أو المريض لم يتم تشخيص له المشكلة، أما في حال شخصنا عن طريق تخطيط أو عن طريق قصة سريرية أو عن طريق اختبار الجهد أن المريض مصاب بالشرايين، يجب أن ننتقل مباشرة إلى التصوير اليقيني، لأنه هو فقط لتأكيد التشخيص لتحديد طريقة العلاج اللاحقة. يعني إذا شخصت المريض عنده نقص تروي ولم أحدد مدى شدة هذه النقص التروي أو مدى شدة تضيق هذه الشرايين، فكيف سأحدد طريقة العلاج؟ لابد قبل تحديد طريقة العلاج أن نتكلم عن القسطرة التشخيصية. طبعا القسطرة التشخيصية، بعد القسطرة التشخيصية عندنا 3 خيارات، إما المريض لا يحتاج شيئا شرايينه نظيفة وكان تشخيصنا كان احتمالي وليس يقيني، أو المريض عنده إصابات خفيفة لا يحتاج إلى فقط أدوية، أو المريض عنده إصابات معينة ويحتاج إلى زرع دعامات وبالون أو ما يدعى بالبي سي آي، أو المريض في مرحلة متقدمة جدا من إصابات الشرايين وقد يحتاج إلى عملية القلب المفتوح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.